الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة عامل لكم طبق بسيط خالص وسهل، الرز بالطماطم مع البيض المدحرج في الزيت او السمنة. طبق سهل خالص. يلا نشوف مكوناته ايه. صلى على رسول الله. معايا الرز كمية طبعا اللي انت عايزاها، نص كيلو او كيلو براحتك. هو معايا بهارات، ملح، كمون، فلفل، بابريكا، ومعايا بصل مفروم ومكعب مرقة طبعا ما تنسوش، والعصير الطماطم. الحلة على النار احط فيها شوية زيت، وحط فيها برضو معلقة سمنة او الزبدة اللي عندك حط فيه. زبد البصلة معايا لحد ما تاخد لون، اقعد اقلب فيها كده لحد ما تاخد لون الذهبي. شايفين بدأ لونها يتغير اهو. ايدك فيها على طول عشان ما فيش جزء يتحرق وجزء يفضل ابيض. زي ما انتوا شايفين معايا كده خطوة خطوة. كده بدأ تاخد اللون. انزل عليها بقى بعصير الطماطم وقلبها مع بعضها كده شوية، اسيبها مع بعضها لحد ما تستبك، تحس بقى ان لون الطماطم اتغير. وطبعا احط لها البهارات بتاعتها، وخلي بالك من الملح عشان احنا حاطين مكعب مرقة. شايفين سبكت كده، انزل عليها بالرز. خلي بالك الطماطم فيه قد ما يقدر الرز في عيار الرز عشان ما يطلعش معاكي ميته زيادة. الصنف ده الرز بالصلصة بيبقى طعمه حلو او جميل. بنحمر جنبه بطاطس وبنسلق بيض ونحمر البيض، و طبق سلطة او طماطم بنخللها بنحشيها دقة. خلاص كده الرز استوى معايا وغرفته بقى بالشكل ده. طبق سريع وطعمه جميل جدا وما بياخدش وقت معاكي. ممكن الطبق ده برضو تاكليه مع اي انواع سمك بيبقى حلو برضو. واشوفكم على خير يا رب، في رعاية الله وحفظه. وما تنسوش يا حبايب قلبي الاشتراك في القناة وفعل الجرس وبعتيها لكل اصحابك، واللايك اللايك اللايك اهم حاجة اللايك علشان القناة تكبر والفيديو يكبر بيكم. واشوف تعليقاتكم، عايزين ايه وايه الحاجات اللي انتوا عايزينها، ولو حد عنده اي وصفة ممكن يقولها لي نطبقها ونتكلم مع بعض فيها. واشوفكم على خير.